لتسليط الضوء أكثر حول البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، معي عبر الهاتف عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور يحيى الشعيبي. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور، هلا حدثنا عما تضمنه البيان. حقيقة البيان لم يعبر عن رؤى ومواقف الأطراف والمكونات المشاركة في المؤتمر، حقيقة هو فقط صب لصالح أطراف محددة، وكذلك هو حقيقة ركز على بعض القضايا التي كانت مطروحة من قبل الحوار حقيقة، مثل النقاط الـ20 وكذلك إصدار قانون العدالة. وكما معروف طبعا من الأخير الجمهوري قد صدر بعض القرارات في النقاط الـ20، وأما قانون العدالة الانتقالية هو أساسا ضمن المحور الرئيسي الموجود داخل الحوار، واحد المحاور الرئيسية. كما كذلك حقيقة طرح ما بصراحة أنه ثورة، ولم يطرح حقيقة مشكلة الأزمة كما هو مطروح حقيقة في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها وقرار مجلس الأمن. نعم. حقيقة ذكر موضوع يعني الشهداء، فقط شهداء الثورة، لم يذكر بقية الشهداء، هناك العديد من الشهداء، شهداء الحراك، شهداء حضرموت، شهداء عدن، شهداء دار الرأسة، شهداء 70، بمعنى أنه كان حقيقة مركز على بعض القضايا وترك قضايا أخرى. نعم، هل كان ثمة نقاط خلاف حول هذا البيان وما أبرزها إن وجدت؟ طبعا واحدة من الأشياء الأساسية طبعا أنه هذا البيان بين أنه في تفريغ للشباب يعني تمسك بعد الثورة، تمام، وكان أحرى بهذا البيان أن يعي مدلول الحوار يعني معانيه وقيمه وطلعاته، لا أن يصب كما يصب زي ما يقول يصب الزيت على النار. حقيقة هم لم يكن موفق إطلاقا، وأعتقد أنه البيان تجرد تماما من حالة التوافق الوطني وذهب إلى اتهام أسماهم بالأنظمة المستبدة وبصادر مضمون الثورة، في المقابل عمل البيان على ترجيح كفة ما يسمى بالثورة على غيرها. ونعتقد أن تكريس ثقافة الاتعاب والاتهام والعداء لا يخدم أجواء متقشرة ولا يمثل روح التوافق بأي سبب، وهو ما يعد انقلابا عن المبادرة الخليجية. ولذلك حقيقة نحن في أعضاء المؤتمر والتحالف كان لنا موقف مباشر بعد البيان، وطلبنا منهم حقيقة يعني أن هذا البيان حقيقة لا يعبر عن مواقفنا أو مواقف كل الأطراف، وللأسف حقيقة أنهم لم يقوموا بوضعه للتصويت أو الموافقة عليه، ولكن طلب مننا فقط أن نرد كتابين على ذلك، ورحنا حقيقة سنعد رد كتابي باسم المؤتمر وحلفائه على هذا البيان، وإن شاء الله نذيعه في أول اجتماع بعد ذلك. نعم، باختصار دكتور يحيى، هل كان هنالك تجاوب لهذا البيان وما صدر عن مؤتمر الحوار او عنكم تحديدا؟ هل قوبل بالتجاوب من قبل الاطراف؟ لا، اعتقد هناك كثير من الاطراف المكونات كانت رافضه هذا البيان، وللاسف كما قلت كان مخيب للامال، وحقيقه حتى اساسا لا يوجد حتى في الاليه ان يكون في بيان اساسا. وانا اعتقد هذا البيان هو عباره عن بيان سياسي يعني فقط يعني موجه اعتقد من قبل بعض اعضاء رئاسه المؤتمر، وانا اعتقد حقيقه انه هذا البيان يجب ان يمحى من محاضر هذا المؤتمر. اشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى الشعيبي عضو مؤتمر الحوار، كنت معي عبر الهاتف.